مساء الخير ومرحبا بكم مرة أخرى في متابعة لبقية برنامجنا تونسنا اليوم. كنا نحكيه على الأمن في تونس، باش نحكيه على الثقافة وبالتحديد على فضاء كان. ببوفيشا يحضر معنا صاحب هذا الفضاء الثقافي سي سلاح السماوي. مساء الخير ومرحبا بك سي سلاح. تحية مجدد لكل من سفيان بن حميدة وجمال العرفاوي. باهي، قبل ما نتابع بعض الصور الخاصة بهذا الفضاء، بداية سي سلاح، تقريب أنا واحد من الناس عرفت إسباس كان بالمشاكل المادية متاعه في وقت من الأوقات بعد الثورة، هذا أكيد، وعندك مشكلة معناها مع القضاء وكذا، لو كان تفسر لنا دبر المشكلة دي، خرج منها الإسباس وانت خرج منها وإلا لا، ثم بعد نتابع بعض الصور دي هذا الفضاء. المشكلة متاع فضاء كان من البداية وتاعته مدة 30 سنة تبعت الفضاء هذا، ومن تبعت معناها تمويل ضعيف برشا، معناها حتى حد ما يمن مشروع ثقافي، لقيت تمويل صغير بالكل، وانا معناها نمن بالتجربه هذه. هو مشروع تعامل مع التراث ككل، بمعناها اون ريابيليتاسيون دو باتريموان. سيبت خدمتي خاطر نمن بالفكره هذه، باش نبني حاجه اخرى. انا خدمتي مهندس تاع بني، انجينير جيني سيفيل، اما حبيت نبني حاجه اخرى في فضاء كان. معناها استعملت لي ماتيريو لوكو، المواد المحليه والتقنيات التونسيه، معناها التكنيك انسيسرا. سامحني سي سلاح، هذه دونك صور مع بعضنا نتفرجوا فيها، تابعه للفضاء الثقافي. ايوه، دونك انا بديت الاول نتكلم على الاركيتكتور بيوكليماتيك، بقيت كمهندس نخدم فضاء هذا. وقت باش نبني الفضاء هذا، شنو باش نعمل فيه الفضاء هذا؟ لقيت روحي بطبيعتي نتعامل مع التراث ككل، مش كمعمار فقط. دخلت لي ميتيي، ثم مشكله في الصناعات التقليديه، سموها الصناعات التقليديه. انا بالنسبه لي باش معناها باش تمنع الصناعات التقليديه، لازم تعطيها مستوى اخر، تزيدها بلو فاليو ارتستيك، تولي ميتيي دار. دار في البلدان المتقدمه ما يتكلموش صناعات معناها تقليديه، سي دي ميتيي دار. الحرف هما البلومبيي، الحداد، الواحد، مش معناها لي ميتيي دار. دونك بديت نخدم في الحرف هذه وعطيتها صبغه، معناها حرف فنيه. داير حبر ما بديت من 85 بدا مشروع كان، معناها يخرج 83 بديت مشروع، 85 اول معرض، في 88 صنفت الاثاث اللي عملتهم في كان كحرف فنيه، وخذات لو بري ناسيونال ميتيي دار، الجائزه القوميه الوطنيه للحرف الفنيه. وبديت هكا معناها نطور في الفضاء هذا وبالامكانيات الضعيفه هذيك. تبقينا البنك وقت تجيني ازمه نوقف، ما عادش نجم نخلص، والماكينه طبخه تدور. دونك 370 مليون خذيتها الكل كتمويل حق برطمان، عملت به مشروع هذا توا قيمته تقريبا 5 مليار دولار. سامحني سي سلاح، دونك انت خذيت القرض، ولكن الموارد الماليه نتاعك نتاع السونتر كانت، وانك اترافير دي جون معناها تبيعوا بعدك لي زارتيكل دارتيزانا هذوكم، شنو بالضبط كانت الموارد الماليه نتاعك؟ الموارد الماليه هو سي ان اوتو فينونسمون. ايوا، كيما المؤسسات الماليه ما حبش تمشي المشروع، وانا حنم من بالها قبل ما نموت لازم ننجز فذا كان، هذا الهدف نتاعي، عملت فذا كان. دونك سي ان اوتو فينونسمون، دونك منو فيه؟ باش كملت الفضاء هذا، مش ب 370 مليون بيان سور، معناها بتمويل ذاتي من الفضاء. هو يبني في خاطر البنوك ما حبش تعطي قروض. هو فضاء، هو فضاء كان الخصوصيه نتاعو انه فضاء ثقافي مندمج. يعني نلقاو فيه لي زيكسبو، الحرف، اسباس اللي تنجم تسكن فيه، زاده عنده زاده زراعات بيولوجيه. ان عنده سير يظهر لي وبيبينيير وكذا، يعني هو مشروع مندمج، ان مشروع مندمج. السؤال هو الواش ما نجمش المشروع هذايا يتركز كفضاء، كوجهه قويه للثقافه في تونس. هي المشكله هذه كل توا من اكثر من 20 سنه وزاره السياحه تتكلم على السياحه الثقافيه في معناها كلام وبرا ديسكور، ولحد الان ما بدتش السياحه الثقافيه. شو معناها سياحه ثقافيه؟ يحلوا قهوه يردوه فضاء ثقافي ويمشوه، ولا قهوه اخرى يردوه مشروع رئاسي، بروجي بريزيدونسيال ثقافي. هو معناها مازال المفهوم تاع السياحه الثقافيه مازال مش واضح.
أنا بالنسبة لي ثقافة تراث سي أن مود دو في. أنا هذيك ليدونتيتي نتاعنا مش حاجة أخرى، ليدونتيتي الهوية نتاعنا هذيك، احنا توانسة بهذا الكل داير بينا الكل. وحتى تكلمت نتاع البسنة داخل ديما في نفس التوجه. بالنسبة لي سي أن باتريمون معناها فهمتي بوتانيك. أنا مثلا في البسنة نتاعي نحارب في حاجة أخرى، نحارب مثلا في الكازون في البلوط، بلاد ميتة بالعطش ونزرعوا في البلوط في التروتوارات. أنا البلوط معناها الكازون بنحاربه، عندنا شربب وعندنا ديزاكاف وعندنا حوايج أخرى تمشي معناها في الطبيعة نتاعنا من غير مستهلك ماء. واحنا توا قريب باش نموتوا بالعطش معناها هذا هو موافق سي المرزوق في هذا ميم ديمارش الكل. ياسين يبدو انه سي السماوي سامحني غلطت، انت عندك 380 مليون حق راك حطيتهم بليت بهم برطمانات وراك لاباس عليك، ترى عندك حتى مشاكل مع المشكله الثقافه في تونس معناتها مازلنا نتعاملوا معها كحاجه جانبيه. كنا نحكي توا على موضوع الارهاب صحيح. انا بالنسبه لي انا المشروع الثقافي معناتها الجيد الحداثي هو اكبر سلاح لمقاومه الارهاب قبل الدبابه وقبل الامن. اثنين المشروع الثقافي هذا يفشل في بلاد معناتها قاعات السينما قاعده تسكر، في بلاد تقرا نص صفحه في العام. هذه الاشكاليه نتاعنا. سمعت مخرج عندي نهارين توا قال لك ممكن الفيلم باش نحضر باش نتفرج فيه انا وحدي. عندنا مشكله معناتها اعاده الاعتبار للثقافه معناتها نتاعنا قاعده تمشي تتقاخر، قاعدين نرجعوا لتالي في الستينات كانت شيء اخر، العباد تمشي للسينما تلبس الكسوه تمشي للمسرح، المسرح قاعد يشد روحه شويه شويه. للاسف الشديد الثقافه قاعده حكر على مش حكر معناتها مرميه موضوع نتاعها الشان نتاعها مرمي على مرمي على الدوله مرمي على الدوله. الدوله معناتها الحكومه معناتها السلطات العموميه هي شان معناتها، لكن الخواص نتاعنا مازال معناتها الفكر نتاعها معناتها المستثمر التونسي مخه كان معناتها حاجه يحطها في فلوس ويحطها في الحجر. بينما سي سميه باش نفاجئك، اخر تقرير البنك الدولي يقول لك اللي الصناعة الثقافية في الدول الصناعية الكبرى المداخيل نتاعها 6 مرات أكثر من الصناعة الميكانيكية والصناعة العادية. فهمت؟ للأسف الشديد نتمنى معناتها المستثمرين نتاعنا معناتها يتلهاو بالمسألة هذه إذا كان يحبوا البلاد بالحق. وراهي نقول لكم تدخل الفلوس، راهي تدخل الفلوس، أعملوا طلع على التقرير هذا راهي تدخل الفلوس. للأسف الشديد مازلنا معناتها متردين وهاو فين وصل معناتها وصل غرق معناتها في المساله هذه والبنوك قاعده تلاحق فيه. نتمنى كونه معناتها وزاره السياحه تتلفت للمشروع هذا شوستمو هذاك المشروع هذا وحتى رجال الاعمال خواص يتلفتوا للمشروع هذا لانه مش معناتها خدمه البلاد هو في المرمات والربح السريع. لكن خصوصيه الفضاء كان هو انه يهم في نفس الوقت وزاره السياحه وزاره وزارة الثقافة، وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة السياحة والصناعة التقليدية، يعني مجموعة من الوزارات دونك هذا المشروع المندمج في تونس بوز بلوس دو بروبليم كي ريزو، لأنه الفيزافي متعدد. اليوم وهذا سؤالي سي سلاح السماوي، شنو المطلوب لانتشال فضاء كان من الاندثار؟ لانه الى حد الان الخطر هو انه تفك البنوك. هذا حسب ما فهمت هو توا في تسوية قضائية وصدر حكم فيه للإحالة للغير، ينجم يولي نابورت كوا. رغم اللي عندي ورقه من وزاره الثقافه اللي تقول هذا يا فضاء ثقافي محمي ما تنجمش تبدل وجهه نتاعها اما وقت الصبغه نتاعها اما وقت المحكمه تحيله معناها لحد اخر يعمل بيه اللي يحب. المشكله هي الكبيره الثقافه كما كان يحكي سوسي جمال في تونس تهمشت من الاستقلال تو مهمش الثقافه. انا جاي من الباسامينيه من قفصه، في الباسامينيه ما كانش التعاسه اللي عايشها تو، كانت قفصة فيها لو بتي باري المتلوي فيها لو بتي باري 10 ملاعب نتاع تنس كان عندكم في قفصة معناها فردية حاجة غريبة 10 ملاعب تنس ثم دانسين كل سبت الكلام هذا اللي تقولوا فيه برشا توانسة أنا متأكد أنا واحد من الناس ما نعرفش معناها حاجة غريبة ولا نستغرب كي تقول 10 ملاعب تنس سيدي خويا في قفصة كان معناها كيفاش تو أنت تتكلم تحب تتكلم على التنمية وتنمية جهوية وشنو وقت انت ثقافة معناها ما ثم حتى حزب عنده مشروع ثقافي. كيفاش انا استاذ جامعي باش نمشي نخدم في القصرين ولا في سيدي بوزيد اذا كان ما نجمش
ربي صغاري ويمشوا للمسرح ويعملوا ليكيتاسيون ويمشوا معناها يعملوا الدانس كيفاش نمشي للخلاء ما نمشيش للخلاء والله تدخل وقت تمشي وقت تمشي انت تو مثلا شركات وقت يجوا يعملوا مشاريع باش يعمل باراج انا شفت دي سويدوا سكانسكا عملت باراج نتاع الهوارب يعملوا باز فيل باز فيل نتاعها فيها كل شيء حتى من الكنيسه نتاعهم يجيبوها والمدرسه والماترنال والثقافه كلها مد معناتها سامحني على المقاطعه هو سفيان قال لك معناها شنو هو الحلول انا على الاقل ممكن نعرف وزير أي الثقافه شنو هو المطلوب انقاذ فضاء كان مشيتش السي مراد الصقل يا مال كربول خاطر جو بونس وانه فما حظ كبير وانه على الاقل الناس هذه تسمعك على الاقل المشكله نتاع كان هو مشكله معناها ان بروبليم فينانسي البنك تاع الفلوس تلزمها تخلص ما يلزم تنجم الدوله معناها الوزارات هذونا الا اذا كان يقدروا الفضاء هذا هام ياسر خاطر ما عادش فضاء نتاع فضاء كان نتاع سلاح سماوي هذا سي ديفان باتريمون ناسيونال يلزم يبقى الفضاء هذا انا بالنسبه لي وقت عملته من الاول سي بور ان فير اون سيتي ديزار دون الباسان ميديتراني ولازم يتوسع اول تجربه موجوده في البحر المتوسط مش في تونس التجربه نتاع كان اذا كان يظهر لهم هذا هام يلزم يتحمى ويلزم يتمنع نجموا يدخلوا بالنسبه للبنوك باش يعملوا لي ريشلونمون ويتعاملوا معايا معناها ان اباندون دي زانتيري دو روتار مش حاجه كبيره مش عشرات المليار دوات راهي ثاني البنك باش تمشي هكا تضيع التجربه هذه وتقضي حياتي الكامله مع 30 سنه بدلت خدمتي انا وزوجتي زاد لا بروميير اورتوفونيس دو تونيزي بور باش نعمل المشروع هذا مش باش نملكوا بيه حاجه باش نعملوا بيه ثراء ولا حاجه باش معناها رياليزي معناها اون ديمارش اللي نمنوا به ويلزم تتبنى على منواله كان جات تم دوله وقتها لازم المثال هذا يتوزع باش نكون صريح معاك ونسالك على النسبة متاع المسؤولية اللي تحملها أنت في مصاعب إسباسكان ستادير على مستوى لا جيستيون أو بلوتو لا موفيز جيستيون شو سي سوفيان بون فيو دو معناها ديكستيريور معناها برشا ناس يقولوا هذا موفيز جيستيونير نعلمك أنا كنت مهندس جويري دي سونتي دو بليزيور مليار ما فلستهمش وقت نعمل البورت نتاع صفاقس ما فلستاش تعمل البورت وشريكه ما فلستش دونك مش هذه المشكله هي جو سوي بتات موفيزيسيونير لما طحتش للميديوكريتي ما طحتش للسياحه نتاع الميزير يعني نتاع الجمال ولا البرودوي جاي من تركيا ولا البرودوي جاي من شنو هو ما طحتش الشيء هذا ما طحتش فك السوق نتاع البزنيس نتاع السياحه ولا يجي مثلا باش يدخل لك جروب تاع توريست يقول الجيد نحي الاسوام تاع الواحد خلينا نبيع كيما نحب انا ما نقبلش التيكي موجود غادي نقول له وقت نبيع تاخذ بورسنتاج امور معقوله معناها لازم تسوا ترونسبارون مش تبيع كيما تحب حاجه 100 تبيعها انت ب 1000 مش معقول انا ما نقبلش شيء هذا دونك هذا كان الفشل نتاعي جاء من هذا اللي يقول لك ما تعطيش الجنب وما تطيحش ما تدخلش دون لو سيستيم وما دخلتش مع النظام زاد يجيني الحاكم والمسؤول المعتمد شنو يقول لي هاك ما تفاعل ما تتعاملش معنا شو باش نعمل معاك انا نخدم انا نعمل في فن شنو باش نخدم معاك ماشي نخدم ضد الدوله ضد تونس انا نخدم انا نخدم في مصلحه تونس هو الحرص على الجوده لاكاليتي والحرص على لا باسيون لكن يلزمها زاد باش يعيش البروجي ارتستيك هذا لا رونتابيليتي معناها انت كي قلت تي انا باش نعمل في بدايه الثمانينات البروجي هذا كنت ترى فيه وانه باش يكون رونتابل ولا لا؟ اي باش يكون اي باش يكون رونتابل بيان سور هو سي ان بروجي كي دوات رونتابل المشكله اي وضعيته عكسية دون ان انفيرونمون معناها مش باهي الانفيرونمون نتاعها اللي هو المكبله معناها باش تولي رونتابل كيما بلا رونتابيلتي في تونس يلزم تدخل في الجو نتاع في السيستم انا ما نجمش تدخل في السيستم دونك هذاك هذيك المشكله نتاعه لا عندك مشكله اخرى هذيك المشكله الكبيره عندك مشكله سي سلاح حلم برشا معناتها حلم كبير برشا ومن حقه باش يحلم معناتها فما مشكله اخرى زاده بالنسبه للمشروع نتاعك في الاثناء جاوك منافسين جدد الشاشيه ولا تجيك من الصين والقفص يجيك من الصين ولا معناتها الاشياء التقليديه نتاعنا قاعدة تجي من الصين في الأثناء جات الواحد الفيضانات نتاع الصناعة التقليدية نتاعنا اللي معناتها تمشي للأسواق تلقى معناتها كان الصناعة الصينية الجمل التونسي تلقاها ميدان شينا الشركة تلقاها مضروبة حتى الفضة مضروبة فهمني هذه الإشكالية الكبيرة برشا معناتها يتحمل هو قاعد تو يتحمل في تبعات خيارات اقتصادية وخيارات نتاع
نسميه خيار اقتصادي التهريب. اختاروا نظام النظام السابق وقاعد مواصل الى حد هذا اليوم، لانه كنا نشكيوا معناتها شعباها السوق بالصناعات المقلده والصناعات التقليديه مش نتاعنا جايه من برا، كنا يدينا كلها موجهه للطرابلسيه، لكن اليوم السوق معبي 10 مرات، شكون قاعد يدخل فيها وفين هما الطرابلسيه؟ ايه على كل ان شاء الله تلقى حل للمصاعب الماليه هذه. عندك مضيف انا كل حال نزيد فكره على بعض الانشطه الثقافيه اللي انا بالنسبه لي كان هو معناها تجسد في المشروع هذا، معناها تو موجود ليكزيست مهدد ساسي فيريتي مهدد بالاندثار. اما الحاجه البحث ثم مجموعه حول كان ديزامي دو كان مش غنية، اما يمنوا بالفكره هذه، هذون هم التوا متحمسين باش يمنعوا كان، وبدينا باش نعملوا انشطه هكا نحاولوا نبيعوا فيها حوايج، ندخلوا طرف فلوس باش نسكتوا معهم البنك. اما ثم مجموعه كبيره من اصدقاء كان اللي تحملت، وبدينا باش نعملوا انشطه، مثلا الويكاند الجاي عندنا ويكاند معناها موسيقى و نهار 20 21 نهار 22 23 فهمت، الفضاء باش يبدا مفتوح، باش يجيو اصدقاء كان، باش يجيو فنانين ورسامين وكل، باش نعملوا انشطه هذه ان شاء الله ندخلوا بها طرف فلوس، خاطر باش نحطوا حوايج للبيع معناها الاتات تاع كان باش تعطيهم منقسم تجاريه شويه. لا مش تجاريه معناها باقي ما ندخلش دون الميم سي معناها تجاريه بيان سور باش نبيعوا، اما معناها دون ان اسبري دو سوتيان ان اكت دو سوتيان باش يتعمل دون سو كادر لا نقولوا حاجة أخرى. أنت تفاجأت بكري قلت لك فما 10 بيسينات في قفصة في قفصة ليبوك كان عندهم زادة متحف تاع فراشات النادرة سي فؤاد، من أكبر المتاحف الموجودة في العالم كانت موجود في قفصة الفراشات النادرة. قلت لك ماشيين نوخروا معناتها ماشيين تاني بدون تعليق معناتها سامحني. أنا وقت كنت اتيديون لي زاني 66 67 أصحابي من تونس يروحوا معايا في العطلة تاع الشتاء قعدوها في قفصة، حتى يافي ثم حياة ثقافية تري دانس في قفصة. أنت المسرح يبدأ من قفصة وبعد يمشي الكاف وبعد يطلع لتونس، كل جماعة المسرح الكل عنده سيركوي هذا. تو برا شوفها قفصة صحراء وبدنا الكل معناها هذا الخطر. وتو نتكلموا على الهوية متاعنا، الهوية متاعنا قاعد نضيعوا فيها ونجيبوا فيها هوية أخرى بالكرتوش وبالسلاح بالدبابات. واضح سي سلاح على كل هو حال السينما من حال المسرح من حال الموسيقى من حال لاسين بيكتورال الفنون التشكيليه وغيره. كلمه لومود لافان خليها لك كمام سي سلاح. لومود لافان يقول هذا فضاء كان، هو مش فضاء ملك خاص بيان سور، عمله انسان خاص بالنسبه لي هو سان باتريمون ناسيونال، الدوله تنجم تهزه ليسونسيال اللي ما يضيعش ما يوليش حاجه اخرى، يلزم يبقى فضاء ثقافي صناعات حرف فنية وكل ما يتبدلش الوجه نتاعي يولوا يبيعوا فيه الشاورما وطلع شنو هو كهو. واضح. يعطيك الصحة سي سلاح السماوي صاحب فضاء كان الثقافي، وان شاء الله بالتوفيق ليك على كل تلقى دي روسورس فينونسمون. شنو جمال؟ شيء بكي يا سيدي. شيء بكي، وفي الحقيقة يلزمنا حتى نحن زاد كإعلاميين نتلهاو بالثقافة الصحيحة مش لي فاريتي وحاجات سطحية نتاع الثقافة، حتى نحن مقصريش. قال سفيان ديما المسؤوليه في الفشل راهو يتحملوها جميع الاطراف. واضح. على كل نحن هكا نوصلوا الى ختام برنامجنا تونسنا اليوم، فما موعد مع الاخبار 8 غربوع نتاع الليل، ولكن زاد عندنا موعد مع 9 نتاع الليل مع حصتنا الاسبوعيه 90 دقيقه. اليوم باش نحكيوا على القانون الانتخابي خاصه ولجنه التشريع العام، من المنتظر وانها تنهي المصادقه عليه فصلا فصلا هذا الاسبوع. التفاصيل كما قلت ان شاء الله في حصتنا 90 دقيقه. الى اللقاء بعد حين.